تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار ورود الفرج والضبعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بجولة تفقدية لقطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، وذلك امتدادا لسلسلة جولات سيادته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقا إلى محور الضبعة غربا بطول 156 كيلومتر، مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميا، ويساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى. وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة في محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائري الأوسطي، حيث وجه سيادته بأن يتم تطهير وتبطين كافة الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وذلك تزامنا مع افتتاح الطريق الدائري الأوسطي. عايز أقولك بس على حاجة، كلك عديت على الثلاث ترع دول، أنا عديت عليهم دلوقتي وأنا عارف ده مش حاجتكم خالص، لكن من فضلكم الترع دي تتطهر، لو امكن انها تتبطن طبعا عشان نشوف الري والكلام ده، لان ليها نظام، وتتبطن مع الطريق. يعني قبل ما تقولوا لي ان الطريق ده خلص، الترع ديت الثلاث ترع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول عليهم يا فندم متطهرين وايه متبطنين، اذا كان على اجنبهم طرق الطرق دي تتظبط وتتسفلت. 8 كيلو دول يا فندم ليهم طبيعه خاصه، احتاجنا ننقل 7500 نخله وتم تعويض جميع المزورين بالكامل. طريقه الارض والمباني تمام مش كده؟ تمام يا فندم. الطريق هنا بتتكون من عدد 11 بربخ للمواسير، عدد 2 نفق افراد لتعديه الافراد من اليمين للشمال، عدد 7 كباري بتقاطع مع ترعه الشبرمنطيه وترعه المريوطيه وترعه المرزيق في 3 قطاعات وترعه الاجازيه وترعه الجيزه وطريق القاهره اسوان الزراعي. فاحنا ان شاء الله يا فندم هنخلص طريق مارس 2021 على طبق الرابطه، وان شاء الله يا فندم لحد الحين ما نتاكد من ثبات الطريق هنشتغل طبقه سطحيه بدون انقطاع المرور ان شاء الله يا فندم. دول 7 كيلو مش كده؟ 8 كيلو. 8 كيلو تمام. مارس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يبقى الترع زي ما قلنا كده. شكرك. السلام عليكم. الطريق الدائري الاوسط يا فندم مع محور الضبعه. الطريق الدائري الاوسط يا فندم بيعتبر محور مروري جديد يا فندم، بيتوسط المسافه ما بين الطريق الدائري حوالين القاهره والطريق الدائري الاقليمي يا فندم. تمام؟ ده يا فندم بيساعد على تخفيف الازدحام المروري يا فندم، وكذلك فندم خلق محاور مروريه جديده. بالنسبه للتقاطع يا فندم سيادتك مشرفنا عليه، احنا فندم متواجدين سيادتك هنا على مسافه 8 كيلو فندم في اتجاه الشرق، تقاطع طريق اسكندريه الصحراوي ثم فندم محور مشير احمد اسماعيل وصول الطريق الدائري داخل القاهره. على مسافه فندم 20 كيلو متر فندم في اتجاه الغرب، طريق الدائري الاقليمي ثم فندم محور الضبع بوصلاته وسط جبل حامد ثم وسط البرقان يا فندم ربطه على مدينه الحمام، وسط البترول لربطه على مدينه العالمين ثم وسط الضبع لربطه على مدينه الضبع. نسبه تنفيذ الاعمال يا فندم في هذا القطاع 100% يا فندم. دي كل ده منشات تمام سيادة لمدن جديده تمام سيادة. طيب. تمام سيادة. حاجه ثانيه عايز تقولها لي؟ تمام يا فندم. طب شكري. شكرا يا احمد. شكرا فندم. شكرا يا احمد. سلام عليكم. سيادتك يا فندم احنا مشرفنا اعلى تقاطع طريق القاهره الفيوم الصحراوي يا فندم مع الطريق الدائري الاوسطي. الغرض من انشاء يا فندم بيربط عده مدن جديده ببعضها يا فندم، وبيخدم مدن سكان اسماعيليه والسويس يا فندم والمحاور الصعيد يا فندم، ويربطها بمحافظات الوجه البحري بالاسكندريه وسط منطقه الساحل الشمالي. الطريق السطحي يا فندم طريق القاهره الفيوم الصحراوي، وده يا فندم سيادتك كنت مشرفنا عليه المره اللي فاتت عند تقاطع طريق القاهره الفيوم الصحراوي مع امتداد القوس الجنوبي للطريق الدائري يا فندم. الطريق ده يا فندم تم انشاؤه وتطويره ونسبه انتهاء من الاعمال يا فندم 100%. بيتكون الطريق يا فندم من 4 حاره مروريه لكل اتجاه ليصل الى 9 حاره مروريه عند منطقه المتحف الكبير. التقاطع يا فندم بيخدم كذا اتجاهات، بيخدم اتجاه القادم من اكتوبر في اتجاه البدرشين وحلوان والعكس، وبيخدم القادم من اتجاه الفيوم في اتجاه يا فندم البدرشين وحلوان،
واتجاه السادس من اكتوبر، وبيخدم القادم من محافظه الجيزه والسادس من اكتوبر ومنطقه الهرم والرمايه في اتجاه الفيوم واتجاه اكتوبر. طب انت مسؤول هنا لغايه الوصله اللي داخله عند اللي هي بتعدي النيل عند نهايه الاوساطي عند الشيخ زايد؟ احنا مسؤولين يا فندم على القطاع من تقاطع مع كورنيش النيل وحتى تقاطع مع طريق قرار الفيوم الصحراوي بطول 25 كيلومتر. ده اللي انت مسؤول عنه. تمام يا فندم. وده اللي خلصان. ده يا فندم بالنسبه لاستكمال العمل فيه 85% يا فندم، 17 كيلو دول خلصانين طبقه الاسفلت السطحيه، متبقي اعمال 8 كيلو فندم جاري اعمال شغل اسفلت وطبقه اساس فيهم يا فندم. انا بس شفت كده العماره بتاع دهشور، هي مش تبعكم يعني، مش انت المسؤول عنها، لكن احنا مادام عملنا موضوع مش انتوا يعني الهيئه الهندسيه طالما عملت المباني ديت لصالح هيئه المجتمعات لازم تخلص المشروع على بعض. تمام. شهرين ونشوف الموضوع. تمام يا فندم. شكرين. شكرا جزيلا. استاذ سيادتك في شرح الطريق الدائري الاوسطي. بيبدا في محافظه الشرقيه عند طريق الاسماعيليه الزراعي مرورا بمحافظتي القليوبيه ثم القاهره ثم الجيزه وينتهي عند محور الضبعه غرب تقاطع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بمسافه 8 كيلو. الطريق الدائري الاوسطي يا فندم بيخدم عده مدن وهي مدينه بلبيس والعبور والعبور الجديده والشروق وغرب الشروق والعاصمه الاداريه الجديده ومدينه 15 مايو ومدينه حلوان والبدرشين ومدينه السادس من اكتوبر والشيخ زايد الجديده. تم تصميم الطريق يا فندم طبقا لاحدث الطرق العالميه في تصميمات الطرق. طريق حر بدون اي تقاطعات، وتم تنفيذ جميع الاعمال الصناعيه المتقاطعه مع الطرق العرضيه وهي طريق القاهره بلبيس وطريق القاهره الاسماعيليه وطريق القاهره السويس وطريق القاهره العين السخنه وطريق الاوتوسترات وكورنيش النيل وطريق القاهره الفيوم وطريق القاهره الواحات وصولا لمحور الضبع حتى طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي. طريق سيادتك ده بيهدف لعده اهداف، اما هو تخفيف الحمل المروري الموجود على شبكه الطرق الحاليه وخاصه الطريق الدائري حول القاهره الكبرى، كما يخفف الحمل المروري على طريق الاوتوسترات. طريق سيادتك برضه بيخدم الحركه السياحيه للقادم من والمتجه الى المتحف المصري الجديد او المنطقه الاثريه بالهرم، حيث ان المتحف المصري الكبير بيبعد حوالي 16 كيلو عن تقاطع الطريق مع طريق الفيوم. طيب احنا خلصنا الكوبري ده؟ اه يا فندم. تمام. خلاص كده؟ تمام. المساحه كلها بالكامل اسف. سيادتك هم دول 9 قطاعات. القطاع الاولاني اللي هو قطاع الاسماعيليه الزراعي بالبيس، ده سيادتك كنت مشرفنا فيه من اسبوعين وكنا شغالين في اعمال الجسر الترابي وطبقات الاساس. النهارده ان شاء الله اخر يوم في اعمال طبقات الاسفلت. بقيه القطاعات اللي هو من بلبيس الاسماعيليه الزراعي مرورا بالسويس ثم العين السخنه ثم الكورنيش النيل حتى اسوان الزراعي، دي اعمال منتهيه بنسبه تنفيذ 100%. القطاع الحالي اللي احنا شغالين فيه من طريق من اللي هو من القاهره اسوان الزراعي حتى طريق الفيوم اللي هو ده سيادتك. ده تقاطع الطريق مع طريق القاهره الفيوم حتى طريق حتى النيل هنا طريق اسوان الزراعي. الشريحه دي طولها 25 كيلومتر. الارض الصحراويه المفتوحه قدامنا 17 كيلو، دي تم نوعها بنسبه تنفيذ 100%. المتبقي اللي احنا شغالين فيه اللي هو القطاع اللي هو داخل الكتله السكنيه والمنطقه الزراعيه، دي سيادتك تمت اعمال نزع الملكيه وتم تعويضات الاهالي واحنا شغالين فيه، ونسبه تنفيذ الجسر الترابي 90%، وشغال بدانا نشتغل فيه طبقات اساس واسفلت، وان شاء الله منتظر يخلصه في شهر مارس ان شاء الله. طيب بما فيه الكوبري. بما فيه الكوبري فندم. طيب سيادتك التقاطع اللي احنا واقفين عليه دوت ده نظام جديد اللي هو نظام الارش ستيل، ده عباره عن سيادتك نفقين يوترن تحت الدوران اتجاه كده واتجاه كده، نظام الارش ستيل ده هيخدم المنطقه الاثريه سيادتك. هنا سيادتك ده اللي هو السقاره سيادتك مقسومه نصين، الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي. العمل ده سيادتك عملناه وضعنا في الاعتبار ان شاء الله هيتم ربط النفق دوت هنا من بطريق يدخل للمنطقه الاثريه بسقاره، لان المنطقه الاثريه سقاره ما لهاش غير طريق واحد اللي هو من 3 مرضيه. وانا داخل من الرئيسي على فرع هنا لقيت ان الدخله حد قوي، لا وسعوا الموضوع وخلوا الناس ماشيه في امان كامل. المدخل اللي هو من المدخل من الطريق الرئيسي للفرعي من مهم قوي ان هو يبقى مدخل مريح جدا والعكس. تمام سيادتك. بس كده. شكرا.